الحضارات العظيمة تتأسس تكبر تلمع تتقهقر وتنهار وتزول، لكنها تخلي دايما آثار. أنا قسنطينة كنت شاهدة على الصراع اللي كان بين اثنين من العمالقة، قرطاج وروما. قبل عهد المسيح الفينيقيين كانوا بدأوا يبنيوا محطاتهم في شمال إفريقيا، كانوا من كبار البحارة، ناس تاع صنعة يعرفوا أسرار التجارة. في حكم الملك بيغماليون أسسوا قرطاج، كارت أداشت، المدينة الجديدة تقرب لتونس حاليا. هذا الشيء غير كل الحسابات في شمال إفريقيا. بداية قرطاج كانت متواضعة، لكنها عرفت تستغل انحطاط مدينة صور، فرضت وجودها حتى تحكمت في البحر المتوسط. الشعوب اللي خضعت لحكم قرطاج كانت تستنفع من خيرات هذه الحضارة الجديدة. بالصح كانت في نفس الوقت تراقب كل نقطة ضعف وكل غلطة باش تثور ضد هذه القوة الغالبة. هكذا عملت روما. روما بينت أطماعها كي فهمت باللي قرطاج بدأت تعجز. المواجهة كانت محتمة. هكذا انطلقت الحروب البونية، وهنا أنا صرت نلعب دوري. في ذاك الوقت كلهم كانوا يعتبروني عاصمة نوميديا، بلاد البربر الرحالة على حساب روايات الإغريق. نوميديا كانت حدودها من تونس اليوم حتى الوسط الجزائر، وقرطاج باش تقاوم روما كانت تحتاج جيش قوي. كان سهل عليها تجمع الجند المشاة، لكن الفرسان كانوا قلال. النوميديين بخيولهم القوية، بحرارتهم وشجاعتهم، كونوا جيش الخيال اللازم. قادة قرطاج هاميلكار وهازدروبال وحنبعل العظيم كانوا يعرفوا هذا الشيء وصاروا يتقربوا مني. هكذا شارك كتير من ولادي في الحملة العظيمة اللي قادها حنبعل. سافر من الساحل الإفريقي إيبيريا وجبال البيريني ومعهم بلاد الغال، وقطع جبال الألب في الشتاء البارد بالفيلة تاعو المشهورة، وعبر إيطاليا من الشمال وزعزع الرومان من تحت أسوار العاصمة تاعهم.